اليوم نحن يمكن بالبداية سارة كنا عم نحكي عن إن الأكل والترندز وعن الوصفات. أنا بحس دايماً إنه مو بحس كلنا نحن كشفس عرب كتير فخورين بوصفاتنا العربية التقليدية. فمثلاً بتروحي بتشوفي الششبرك بلبنان أو بسوريا، بتشوفي الكباب مثلاً، الكبسة، البرياني، المندي، الورق عنب، الدولمة. فحسب اختلاف البلدان بتشوفي هالوصفات التقليدية. كل شيء قلتي مرة لذيذ وأحبه ومنسف وجعت فزق. كل هاي الأكلات فعلاً لذيذة. فمثلاً شفنا إحنا وصفة المسخن الفلسطيني. وصفة المسخن الفلسطيني تقليدياً بيعملوا بخبز الطابون، بيكون خبز سميك، بيحطوا عليه زيت الزيتون، البصل المحمر، الدجاج، وبيكون بيتقدم بشكل عائلي كبير. أيه. بعدين مع الترندز ومع التغير وتطور الاكلات ومواكبه خلينا نقول المودرن او الطريقه العصريه بالتقديم، صار سبرينج رول، صاروا يعملوه مثل ما قلتي. استخدموا الخبز نفس الشيء موجود بس خبز رقيق، خففوا من كميه زيت الزيتون الموجود وحافظوا على نوع زيت الزيتون نفسه، نوع السماء، البصل نفسه موجود، والدجاج استعملوا مثلا صدور الدجاج وصاروا يلفوه ويخلوه. أيه. بس نفس المكونات بنفس الطعم نفسه، نقول الطعمات 100% نفسها، بس واكبنا طريقه عصريه اكثر لحتى يصير صحي اولا اكثر وبراكتيكال عملي اكثر بالتقديم. فمثلا احنا اليوم حنحكي شوي عن وصفه يمكن بنشوفها دسم كثير بس لها هيك نكهه لذيذه، وصفه المعصوب. وصفه المعصوب اللي بيحضروها يعني نجدي تحديدا من وسط المملكه، بيستعملوا فيه عجين، بيعملوا معاها السمنة، العسل، وبتختلف طبعاً الوصفات. في ناس بتزيد عليها القشطة، الموز، التمر، وعلى اختلاف الوصفات تختلف طريقة التحضير. أيه. بيحطوا سمنة بالوسط وبتاكليها، وفعلاً أول ما بتطلعي على الوسط بتقولي أوف كتير دسمة. أول ما بتاخدي أول لقمة بتقولي أوف، يعني فعلاً أكلة لذيذة. المعصوب في جدة جداً مختلف، يكون زي المهروس أكثر، يعني يكون فيه موز وقشطة ويحطوا برضو فيه له عجينة، فكأنه كده، بس يكون العجين كأنه سيريال مدبل. هي فكرة العجين، إذا بدنا نحكي عن عجينة المعصوب بيستعملوا فيه، وهذا شغل أنا كتير بحبها بمطبخنا، خلينا المطبخ الخليجي أكتر، أنه بيخلطوا ما بين الطحين الأبيض والأسمر. دائما في بيكون نص الكمية، يعني دقيق أبيض ونص أسمر، لو بنخلطه مع بعض مع شوية سمنة أو زيت ومي بصير عندك هذا العجين اللي بعدين بيحمروه، وبصير عندنا أحيانا حتى مثل البانكيكس. فأنا اليوم حضرت عجين بشكل البانكيكس مثل ما شايفينه الصغار. أيوة. فحنعمل احنا تقريبا نفس مكونات المعصوب بس بطريقه مودرن، ومنقول انه اسهل بالاكل. أيوة. وفي كثير تغيرت، يعني مثلا حتى الفتات كيف البرزنتيشن صاروا يسووها مثلا اطباق صغيره بدل ما هي كبيره. صح. فيعملوها برزنتيشن اكثر، وصرنا شفنا فتت ورق وعنب، فتت مسخن، فتت يعني كل شيء صارت. هاي تعتبر انا بقول اختراعات جديده، يعني مثلا يمكن اليوم حتحكوا عن الاومليت مع الزعتر، هذا يعتبر اختراع، يعني هو عندنا الزعتر موجود. أيه. والاومليت موجود، اخذناه خلينا نقول من المطبخ الفرنسي، صار في تغيير واضافات، واحيانا هاي الترندز بتكون فكره حلوه، وهذا هون بيجي دور الابداع. بدون ما كثير نغير، يعني ما فينا نقول مثلا انا عن نفسي ماني مع موضوع منقوشه يابانيه، كيف لا يعني هذا منقوشه مع سوشي، لا هذه اللخبطه الزياده كمان ما تزبط، يعني هذا برجر بيتزا برجر، هذه شويه صعبه. بس احنا يمكن اكثر بنتكلم زي ما انت قلتي انه نخلي الاشياء التقليديه بشكل مودرن اكثر وظابط على العصر او السوشيال ميديا. وبتعرفي ساره انا في كلمه بقولها دائما بموضوع المطبخ، في فرق ما بين لما الفيوجن يعمل كونفيوجن. سو الفيوجن هو دمج المطابخ. هذه ترى جمله فيري ديب، يعني كثير مهمه الفيوجن. أيوه. لا تنطبق على كل شيء في الحياه. اي والله اي والله معك حق، هذا فيوجن الكونفيوجن مو ملعبنا ابدا. احنا بنحب الصراحه، بنحب الصدق دايركت. ففكرة الفيوجن أو لنشرحها أكثر للمتابعين، فيوجن هي لما نخلط شوي ما بين المطابخ. عادة مثلا ممكن نقول حنسوي إحنا ماكيز اللي هي من المطبخ الياباني بس مسخن، بما أنه أعطينا إكزامبل المسخن. فهنا شوي في فيوجن، أحيانا بيدخلوا مثلا صويا صوص على لحمة الكباب، فبصير في فيوجن، يعني مكونات من مطبخ آسيوي مع وصفة من مطبخ عربي. انت هل تحبي هذا الفيوجن؟ انا ما بحب اللخبطه صراحه، يا ابيض يا اسود، هذا الرمادي ما نحبه. رح اقول لك شو، هذا اللي يمكن اللي عم نجرب نحكيه اليوم، انه احنا مطبخنا العربي كثير غني وكثير مكوناتنا، يعني بنحكي نحن على السماء والزعتر والرمان صرنا نروح على فرنسا صاروا عم يستعملون بوصفات قد ما مكونات رائعه. فاحنا بالعكس بدنا نحافظ على هي المسميات، الكبسه المندي الورق عنب نفسه، مو نغير نحن نجي ناخذ الرز التايلاندي بنحطه بالورق، لا. أيوه. خلينا احنا very proud. أيوه. بس ممكن ناخذ من ثقافات طريقه الطبخ، يعني لما بنقول مثلا بالفود شو على الموضوع سويت وصفه ميل في بس بمكونات عربيه، فاستعملت ميل في
ملفيش سيفري حتى مالح. بتعرف انه قبل امس قلت لهشام ما اعرف ليش اشتهيت ملفي. ما كنتي لازم تسمعي المتابعه وتكلمي هلا تعالي عند هلا. ما شفتي يمكن كذا حسيت بالكونكشن حقي وسويتيها بس في الرياض مو هنا. اي والله حسيت حنزل لك اياها على السوشيال ميديا. سو الفكره هون انه في عندنا تقنيات من المطبخ الفرنسي بنتعلم منها كثير، لانه بتعرفي هم اللي ليدنج بمطبخنا بطريقه الطبخ او بالمطابخ الفرنسيه. اوكي بس احنا بنضيف نكهاتنا ووصفات. حنزل لكم هي وصفه الميلفي مع الزعتر والرمان واللبنه، فشويه طريقه كيف حيكون مختلفه. اوكي احنا هلا هون انا اللي عم بعمله مع شويه زبده، ححط السكر الاسمر، حنعمل شوي كراميل وحنكرمل البنانة الموز اللي عندنا هون. بس خليني اخفض الحراره مثل ما هي هلا عبال ما يبلش يدوب السكر. أوكي. حنحط شرايح الموز على الزبده والسكر، بلش كلهم ينخلطوا مع بعض وبنكون عم نحصل على موز مكرمل. هذا حنستعمله ببرزنتيشن وصفه المعصوب. فاذا احنا عاده المعصوب نستعمل التمر ليكون عم يزيد حلاوه، بنستعمل العسل، العسل كثير مكون اساسي. او ممكن احنا نحط مع السكر هيك لما بنكرمل الموز حيعطيها هي الطعمه اللذيذه. وخليني اورجيكم كيف حنعمل الطبق. بس احرك شوي هون السكر عبال ما يدوب، فيني ارجع ازيد شوي. تحتاج يمكن وحده من هدول ولا لا؟ خلي هي هلا لوحدها مع الزبده حتبلش تتكرمل معها. ممكن بعدين هيك اقربهم على الوسط، شوف ببلش اصلا ياخذ هذا اللون الحلو. يا سلام. نتركهم على جنب، فيني اقلبهم عبال ما يتحمروا. هي اصلا فكره الزبده مع السكر الطبيعي اللي موجود بالموز حتعطينا هذا اللون والطعم بدون ما حتى اصلا نعمل كثير افورت. شوفي لانه لسه بدنا نستعمل كمان دبس التمر او اللي هو الديت مولاسس، يعني التمر شو بسموه سيرب التمر. اوكي هذا عندي الموز هلا على جنب، فيني هون اطفي عليه النار خليه يتكرمل على مهله. اوكي فينا احنا كمان بما انه عم نحكي عن شوي هيك اضافات على هاي الوصفات، ممكن نضيف عليها شوي من المكسرات. فممكن ناخذ شوي بندق، هاي تعتبر طبعا اضافه، ممكن نحط جوز، ممكن نحط لوز لانه حلو نعطي تكستشر. ايوه كنت حقول شيء مقرمش كمان بالضبط. فهلا هون عبال ما هي عم تتحمص رح اقرب هاي لعندي هيك ونخلي الوصفه تتحمص على مهلها وورجيكم شو حنعمل بمقطع القشطه. سو اذا مثل ما قلنا ساره انه عاده بيحطوا العجين بعد ما يتحضر ويتخمر ويستوي على مهله بيخلطوا مع العسل مع السمنه وطريقه التزيين. احنا بعد ما عملنا البانكيكس او اللي هم العجين بهذا الحجم الصغير حاحشيهم من قلبهم بالقشطه وحنرجع نحط عليهم الموز، العسل، دبس التمر والمكونات اللي هلا حضرناها مع بعض. حتصير حبه حبه تاكليها يعني تقريبا حبه حبه بشويش. اوكي ماشي. حناخذ كيس التزيين بالضبط، هي حتصير خلص لقمه يعني. بدل ما تكون انه صعبه بالتقديم وبدك صحون صغار فبتصير كانه كنافيز، بصير الواحد كمان يعمل شوي كنترول على الكميه. اوكي حناخذ من القشطه اللي هون حورجيكم اياها بشكل كثير سريع الفكره. هون حتى انا جبت قشطه فريش لحتى تعطي هذا الطعم اللذيذ، حطيت بايب بالبايبنج باج اللي هو النوزل او يعني القطعه الحديد اللي هي بتساعدني بالتقديم. سو عندي هلا هون القشطه موجوده، حناخذ بقلب العجين نضغط شوي لجوا وحابيها بالقشطه. حتشوفي انه شوفي حتى القشطه طلعت من الجهه الثانيه. اوكي عادي يعني هي الفكره انه يدخل بقلب القشطه بطريقه عبال ما انه بس شوي تتعبى. بعدين ناخذ هون الصحن، حورجيكم انا سامبل واحد. انا حبيت الصحن، صحن حتى تراثي اليوم. ايه وحنحط عليها المكونات اللي عملناهم. فعندي هون بعد ما حشيناها بالقشطه حناخذ من المعلقه اللي عندي حناخذ الموز اللي كرملناه. بس شوفي هذا اللون قد ايه حلو، بنحطه على البانكيك. ايوه نرجع بناخذ مثلا دبس تمر او عسل. والله شيء مره كيوت صراحه بهالطريقه. باخذ شوي دبس تمر بما انه هي اصلا البانكيك ما فيه سكر او حلاوه. والله اوكي وبهالطريقه. وفينا نرجع ناخذ شوي من البندق ونحطها حتى تعطي هيك تكستشر وكرانش. سو هيك فكره سريعه. طبعا احنا حلو نعمل كميه منه مثل ما هلا عم نحضر. أيوه. وبعدين